كل قوة سعاد حسني وموهبتها وتفردها أو مدرستها في الأداء دي، أو هي عبارة عن فن من فنون الأداء. هل أقدر أقول إنها خفتت في الزوجة التانية أمام صلاح منصور وسناء جميل؟ وإيه اللي خلاها خفتت كده؟ يعني كل القوة دي وخفتت جوه هذا العمل؟ لا بص، هو الزوجة التانية ده فيلم استثنائي على كل المستويات. يعني صلاح أبو سيف عامل حاجة، حالة خاصة جدا. الوهج العالي والتوظيف، يعني قيمة صلاح أبو سيف أكبر قيمة عنده مش فن قيادة الممثل، هو ما بياخدش الممثل. صلاح دايما يقول لك إيه، لا اشتغل أنت. أنا طبعا عرفت صلاح كويس جدا، يا بختك. يقول يعني أنت كممثل لا اشتغل، إنما قوته في إيه؟ في تسكين الممثل. فتلاقي أروع الممثلين في الأدوار بتاعتهم يتألقوا، لأنه صلاح حطهم على التراك المظبوط. فريد شوقي تلاقي احسن اعماله مثلا بدايه ونهايه، مين ده؟ صلاح طبعا، يروح حاطه على طول، عارف. هتلاقي سناء جميل في بدايه ونهايه والزوجه الثانيه، وهتلاقي برضو جاب صلاح منصور في الاثنين وذره. فهو كان في ذروه كده استثنائيه في الزوجه الثانيه، لكن طبعا ده لا ينفي وهج سعاد. يعني ولولا، وده القيمه بقى، لولا ان سعاد حسني في المشروع ما كانش بقى فيه مشروع. بس قيمه سعاد حسني كمان انها كانت بتتحدى النجم، نجم الشباك. يعني ايه؟ في افلام ممكن تتعرض عليها، وهي طبعا بحكم خبرتها هتقرا وتقول لك لا ده مش هجيب ايرادات، انما لان الممثل جواها صوته عالي فهتخش التجربه. افلام كتيره سعاد حسني لولا انها تحمست للتجارب دي، مثلا مع سعيد مرزوق في زوجته والكلب، كانوا عارفين ده مغامره دخلت فيها سعاد، وكان طبعا اسم سعاد قد كده، هي عشان المغامره دي تتعمل لازم سعاد توافق. سعاد توافق كويس. الخوف اللي بعده برضه لسعيد مرزوق نفس الحكايه، وهكذا. وكتير قوي من الاعمال لولا سعاد ما كانتش ظهرت. في الراعي والنساء مثلا، وده اخر اعمالها في السينما. اشتركت بقى كنوع من المؤازره لعلي بدرخان المخرج الصديق. كان طليق لكنه ظل صديق، ظل صديقا كويس. فاشتغلت هنا موقف آخر كمان برضو. ورغم ذلك أنا خدت الجايزة. أنا فاكر شفتها، كنا في مهرجان اسكندرية، ودخل سعاد علاقتي بيها كانت جيدة جدا، فبقول لها مبروك. كنا عرفنا إنها واخدة أحسن ممثلة. فبصت لي قالت لي طب مش استنى يا طارق لما تعلن الجوائز كويس. بصيتها وصلت لي رسالة تأكدت منها. يوم إعلان الجوائز تم تغيير الجايزة من أحسن ممثلة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة. الله. ليه دي بقى؟ هسيبها لك أنت، مش قادر أقولها. ليه؟ أستاذ طارق دايماً يدلنا إنسايتس وانفرادات. ليه؟ ما أنا عشان لازم أقول إيه اللي حصل وبتاع، إنما يعني حاسبها بقى للخيال. في اللحظة الأخيرة شوف الضرب، يعني سعاد حسني العظيمة دي واخدة أحسن ممثلة، بيحصل برضو حاجة في الكواليس في اللحظة الأخيرة واتاخدت منها الجائزة.